السلام عليكم. اليوم نعود الى المراسيم تاع الافتتاح تاع المعرض الدولي للجزائر في يعني في طبعته الرابعه والخمسين، حيث في يعني في الفيديو الاول ركزنا على الاستقبال تاع يعني تاع السفيره تاع الولايات المتحده الامريكيه وجزء من يعني الوفود والسلك الدبلوماسي اللي كان حاضر. اليوم حبيت نعاود نولي لهذا الحدث، لكن نزيد نوسع، لأنه القائمة تاع الوفود التي اصطفت لتحديث ولتهنئة الرئيس عبد المجيد تبون هي يعني ما ظهر في الصور في الفيديو الأول هو يعتبر جزء قصير صغير جدا. اليوم حبيت نعرف كل الوفود اللي اصطفت يعني احتشدت لرؤية الزعيم الجزائري والتحدث إليه ويعني ومصافحته الشي رهيب. نشوفوا كل سفارة ومنهم السفير الفرنسي، والقائمة طويلة جدا، بحيث أن الفيديو هذا فيه تقريبا 10 دقائق، يعني عكس الفيديو الأول اللي كان فيه 5 دقائق. إذن نخليكم تتابعوا هذه القائمة الطويلة جدا نتاع الضيوف اللي يعني هنأوا الرئيس، وكذلك يعني نشوف طريقة نتاع والاحترام الكبير جدا متبادل يعني بين الرئيس والوفود هذه اللي جات السفارة، ويعني التبادل يعني الحديث في كل مرة شيء مبهر. نخليكم تتابعون، والسلام عليكم. المؤسسات الاستثمارية التي ترغب في الاستثمار في الجزائر. نتابع هذا النقاش بين رئيس الجمهورية وبعض من سفراء الدول، بينهم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، فرنسا ودول أخرى. فيعني هو أكبر قيمة من الواردات 42.8%، أما صادراتنا هي 53.3% موجهة إلى هذه الدول، وبالتالي فإن الحضور هو حضور منطقي بالنظر الى الميزان التجاري للجزائر. هناك ايضا بعض الدول التي ربما جغرافيا تبدو بعيدا، تكلم على فيتنام، تكلم على البرازيل، ولكن حضورها في مثل هكذا لقاءات اقتصاديه مهم موجود بعارضين ومنتجين في بعض الجزائر الدوله. بطبيعة الحال، وخاصة أنا هذا يهمنا بزاف، مثلا عندما نتكلموا على أولا على فيتنام، فقط مع علاقات طيبة منذ القديم مع الدولة، واللي اليوم عرف نمو اقتصادي رهيب يعني في فيتنام، وصراحة يعني هو نموذج يجب أن ناخذ بعض الدروس من يعني من فيتنام، لأنه كان هو اقتصاد يعني شبه الجزائر، يعني انتقل بالاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد السوق مفتوح، وأنه عنده إذن أستاذ هو فضاء أجنبي جزائري، وهذا الحضور أيضا الكبير 30 دولة مشاركة أجنبية في الجزائر يعكس هذا الفضاء المتاح في الجزائر وفي مثل هكذا صالونات دولية منظمة في الجزائر. بطبيعة الحال، شوف أي معرض مهما يكون فعنده أهداف مهمة استراتيجية مهمة، وتاريخ المعارض بصفة عامة يقدر في مفهومه الحديث يعود إلى القرن 19، وفي الماضي فكان التنظيم يعني كان بحسب طبيعة كل دولة، ولكن بعد اتفاقية 1928 فكان هناك المكتب الدولي للمعارض الذي قام بتقنين هذه العملية، عملية تقديم المعارض، فبالتالي تخضع فيها العملية تخضع إلى ضوابط معينة. وعندما نشوف بديت الحديث معك بجمله مهمه، عندما دخلت خرجنا من جائحه كورونا، معناتها بلي الهدف اللي حيكون الاول تاع اي معرض هو حيكون انه ابراز القدرات الوطنيه، خاصه بعد عندما تكون هنالك يا اما تكون سياسه جديده يا اما تكون هنالك مثل الجائحه واشياء يعني سيئه.
ولذلك في التسمية على المعرض سمية كما قلتم نظرة جديدة وفقط بمعنى أن هناك سياسة جديدة فيها إصلاحات جوهرية بلادنا الجزائر سواء كانت هناك دعوة صريحة للمؤسسات الاستثمارية الروسية للاستثمار في الجزائر الروسية ولكن حتى سان بيترسبورغ كانت بالنسبة إلى 130 دولة بالتالي كان فضاء عالمي لترويج الجزائر هناك كما قلت لك في البداية ليشفنا كذلك سيد رئيس الجمهورية يولي كل هذه الأهمية حتى يبرز هذه الديناميكية في الجزائر نقطة ثانية والتي مهمة كذلك نعطوا مرئية للمنتوج الجزائري في كثير من الأحيان عندما تتكلم مع الأجانب ممكن يقول لك الجزائر هو فقط نفط وهو فقط غاز يعني دولة المحروقات ولكن كما قال سيد رئيس الجمهورية احنا نريد أن نخرج من التبعية المفرطة على المحروقات ونريد أن نتوع وتولينا على ونحن نعرف بأن المؤهلات البشرية في الجزائر والمؤهلات المادية في الجزائر تسمح لنا بهذه الديناميكية وعلى هذا الأساس أنا نشوف شوف عندما نتكلم فقط على الصادرات خارج المحروقات في أونة قصيرة وش معناتها؟ معناتها أن قدرة المؤسسة الجزائرية على التأقلم وعرض منتوج بالجودة وبالسعر المناسب ونحن أيضا نتابع معك أستاذ ومع المشاهدين جميعا هذه الصور الواردة من قصر المعارض مباشرة ورئيس الجمهورية يصارف هو السلك الدبلوماسي المعتمد السلك الدبلوماسي الأجنبي الجزائر كان هناك سفير فلسطين والحديث عن شركة أيضا فلسطين بعشر عارضين الحديث عن الأردن ب25 عارضا وهو أكبر تمثيل أجنبي في هذا المعرض تركيا ب22 عارضا إيطاليا ضفت الشرف ب13 مؤسسة عارضة هناك أيضا فضاء للحديث عن كثير وهذا مهم جدا أستاذ من الدول الإفريقية المشاركة تكلم عن الكاميرون عن السنغال غانا تونس مالي النيجر موريتانيا الجمهورية العربية الصحراوية موزمبيق كينيا ليبيا ومصر هي أيضا فرع للحديث عن الوجهة الجديدة للاقتصاد الجزائري من خلال القارة الأفريقية. شوفوا ما قلت فقط الوجهة الجزائرية اليوم إحنا الجزائر يعني أحد المؤسسين وأحد الرائدين في مجال المنطقة الأفريقية للتجارة الحرام الصغيرة. معناتها إحنا الإرادة الجزائر الدنيا في التفكير الرابح نريد أن نستفيد ويستفيد الآخر وهذا من المنطقي أن هذا الرسالة لها وصلت إلى كل شركائنا وجيراننا وإخواننا الأفارقة لهذا السبب فإن هذا الحضور المتميز من مجموعة دول في الجزائر لأنها تريد ليس فقط أن نصدر لهم ولكن كذلك يريدون أن يصدروا معنا أن يستثمروا ونستثمر معهم ونخلق منتجات متبادلة وبالتالي هذا منطقي جدا خاصة أن عدد الدول التي الحاضرة اليوم في المعرض ارتفع بشكل محسوس إلى 30 دولة وأنتم كذلك ذكرتم يعني بعض الشركاء الأساسيين يعني عندما نشوفوا قائمة الحضور نشوف هنالك يعني توافق كبير ما بين الدول الحاضرة والميزان التجاري الجزائري الجزائر احنا دائما نتعامل كثير مع دول الصين والاتحاد الأوروبي وتركيا مثلا أرقام اسمح لي فقط مثلا مع تركيا مثلا احنا عندنا الواردات الجزائرية 4.4% هي من تركيا والصادرات 5.2% إلى تركيا أنت 10% تقريبا في المجموع ومبادلات تجارية عندما نشوف مع الصين عندك 18.1% عندما نشوف بالنسبة الواردات عندما نشوف بالنسبة احنا شفنا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية وعدناهم يعني 9% وعندنا واردات من عندهم 4% عندما نشوف مثلا أوروبا وهي الشريك الأول والمؤثرة كما قلتم من إيطاليا و وألمانيا و